عشان خاطرك انت كاخويا صغير. انا راجل 30 سنه شفت كل اللي انت نفسك تعمله، شفت ناس بتعمله في المدرج، شفت مساحه الحريه اللي كان نفسك فيها كان ناس واخدينها في المدرج، شفت كل اللي انت بتحلم ان انت تعمله في المدرج دلوقتي، وشفت حلم السيطره على المدرج. حلم السيطره على المدرج نفسي ارجع نسخه ثالثه لسهلاوي، بس للاسف الوضع اتغير. حتى ثالثه لسهلاوي نفسها ما قدرتش تقاوم وقررت ان هي تعمل اللي في مصلحه الشباب ولمصلحه المجموعه هنا في مصر ان هي تحل الرابطه. شفت كل ده، فبصراحة استغربت جدا ان انت بالغشم مع احترام الشديد ليك وبالعبط وبالسذاجة اللي تخليك تعمل اللي انت عملته في ماتش الاهلي وفاركو. تعاند مين؟ اللعبة خسرانة، القوانين بتاعتها خسرانة. عشان تفهم انت بتعمل ايه كويس لازم تكون عارف الضوابط اللي انت حاططها. انا هطلع من الموقف ده ازاي؟ عمرك سألت هتطلع من الموقف ده ازاي؟ هتقول لي اداره الاهلي هتطلعني. هي اداره الاهلي بابا ولا اداره الاهلي ماما؟ انت مش عامل فيها دكر وعامل فيها جنج وعامل فيها ان انا اللي هروح واعمل واسوي، مش عارف ان ده ضد اللوائح اللي محطوطه لك اللي انت وافقت عليها بناء على انك رحت اشتريت التذكره من شركه تذكرتي. لا معلش، هو مجبرين ان كابتن خطيب يطلعنا ومجبرين مجلس اداره الاهلي يطلعنا. بقول لك يا كابتن، مجلس كابتن حسن حمدي عامل ايه؟ عمل ايه للراحلين في مجزره بورسعيد؟ بص يا صاحبي، المدرجات في مصر ده بقى طبعها وده بقى منطقها. مش عاجبك ما تروحش، ونصيحه مني ليك ما تروحش، نصيحه مني ليك ما تروحش. لو هتقلب الموضوع وضع سياسي وهتقلبه ان ده متنفس حريه، مصر ما بقتش الدوله اللي بقت بتديك مساحه الحريه اللي انت نفسك فيها او مساحه خروجك من كبتك في المدرج. في بعض الدول العربيه اللي جنبنا بتدي المساحه دي، بتدي مساحه لان الناس تطلع كبتها في المدرج. احنا هنا في مصر بطلنا ندي المساحه دي. ففكره انك تروح المدرج عشان تطلع كبتك هناك، خلاص الفكره دي مش ما بقتش موجوده.